مشاهدي الكريم، اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده في حوار اخر. ولدنا في خدمه بلدنا، شعار الحمله الانتخابيه لنائب الدائره القوميه 2 دنقل المستقل. نور رجل الاعمال ابو القاسم محمد احمد برطم رئيس كتله التغيير بالبرلمان بعد الفوز. حاولت بعض الاحزاب استقطابه ودفعه في ذات الدائره مرشح لها، لكنه رفض العرض لقناعتي ان تلك الاحزاب وغيرها جزء من الازمه السياسيه في البلاد. هذا ما يقوله دوما. لمع بعد ثورة ديسمبر حتى تداولت المجالس ترشيحه عضوية المجلس السيادي، لكنه غاب وظهر اليوم ضيفا على برنامجنا حوار آخر. أهلا بكم ومرحبا في محاورنا مع السيد النائب أبو القاسم مرطم ورجل الأعمال. سيد أبو القاسم أهلا ومرحبا. مرحبا بك يا أستاذ عماد، مرحبا بقناة الشروق، وعبرك التحية للشعب السوداني وتحية لحوار آخر. أتمنى أن يكون حوار آخر إن شاء الله. سيد أبو القاسم، أنت توقعت الثورة دي؟ تغيير توقعته؟ طيب، نحن بنعتبر نفسنا أول من شيع المؤتمر الوطني في 2015، واعتبرنا وحتى كان في حاجة غريبة جدا، إنه المواطنين في دائرة دنقلة جابوا عن قريب جنازة وخدوا فيه شيرة. كان ده 2015، فنحن من بدري جدا ما اقول لك تنبعنا، لكن كنا اكيدين انه النظام ده بوضعه الحالي ده وما حيستمر بالفساد الموجود، بالظلم الموجود، بكل السلبيات كلنا عارفينها. فكان طبيعي انه هو ما يستمر وانه في النهايه ينهار يعني، وفعلا قد انهار. طيب، انت نزلت يعني في البدايه كمستقل او فكره مستقل في البرلمان، والواضح انه المستقلين ديل دائما في البرلمان الحكومات بتقوم بتستخدمه لصالحها، وده اتهام لكل التمثيل المستقل في البرلمان. فدفعاتك على المساله دي شنو؟ والله بالعكس، انا اعتقد انه المستقلين في البرلمان كلهم الصوت الوحيد اللي كان بدافع عن المواطن. ومواقفنا في البرلمان كانت واضحه جدا طول 4 سنين فاتت دي. نحن بنعتبر نفسنا كمستقلين لعبنا دور اساسي في الثوره دي. أول حاجة بتعرية النظام، بكشف ملفات الفساد، بهزيمة المؤتمر الوطني. إحنا قدرنا نهزم المؤتمر داخل البرلمان، وقدرنا نكسر حيز الخوف. زمان المؤتمر كان عبارة عن 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 غول، لكن إحنا في البرلمان قدرنا نعري ونوضح إنه ليس سوى نمر من ورق. وقدرنا رغم عددنا المحدود، كان محكوم بالأغلبية بتاع التصويت الميكانيكية، لكن قدرنا نعارض كميه من القوانين، وقدرنا على الاقل نعريها. زي شنو مثلا يعني؟ اشياء كثيره جدا. اضرب امثله يعني. احنا الميزانيه بتاعت 2018 ايوه 17 و16 كميه قضايا الفساد اللي احنا فتحناها في البرلمان ما قل من اكثر من 25 او 30 ملف. وصلنا لغايه نهاياتها، سواء كان الحج والعمره، سواء كان الفساد الحاصل فيها، سواء كان الطيران المدني، سواء كان البنك الثروة الحيوانية، سواء كان بيوت لندن، كمية من ملفات فتحناها وقدرنا من خلالها نصل فيها لنتائج إيجابية رغم الأقلية بتاعتنا. بالمناسبة الميزانيات، كيف كانت بتدار الميزانيات؟ كيف كانت تناقش في البرلمان؟ هل كانت تناقش بشكل الحقيقي؟ هل كان رد الفعل من النواب الحقيقي للميزانيات، ولا ميزانية كانت بتوضع خلاص هي ومشت على منضد الرئيس وخلاص موضوع انتهى على كده؟ هي طبعا بحكم الاغلبية بتاعت الوطن في البرلمان. نعم. كانت بتيجي الميزانية بضبانات على سنة تجاز يعني. فحتى الميزانية الأخيرة بتاعت 2018 2019 نحن رفضناها ككتلة وامتنعنا عن الدخول للجلسة، وعملنا مؤتمر صحفي ونحن نعارض هذه الميزانية. الميزانية دي هي فيها هلاك للمواطن، فيها هدار، فيها 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 فيها. فكان موقفنا فيها واضحه جدا، لكن اسف الميزانيه كان مش الميزانيه، اغلب الامور في البرلمان كانت بتدار بالاغلبيه الميكانيكيه، سواء كان من المؤتمر الوطني، سواء كان من الاحزاب كانت مواليه له. فهي قضيه ما كان وطني براو، كان في احزاب ثانيه كثيره جدا هي مواليه للمؤتمر الوطني، كان بالتالي بتحزو حزو يعني. طيب، في اتهام ليك في انه ابو القاسم مرطم هو دوما ناقد على الدوام ومتوفر اعلاميا، و وزي ما انت تفضلت قلت والله يا اخي اي ميزانيه اي حاجه احنا واقفين فيها، لكن يقال انك كنت غايب عن هموم دائرتك. يعني حتى ناس الولايه الشماليه قالوا برطم لم ينشي اي مشروع لخفض البطاله بالولايه. طيب، اول حاجه نمشي واحده واحده. نعم. موضوع ناخد دي، شوف بالعكس احنا كان عندنا
مبدأ واضح جدا في البرلمان كمستقلين، إنه نحن ما بنعارض من أجل المعارضة السياسية اللي هي اللي فيها شغل السياسي، بنعارض الحاجة بنشوفها هي ضد مصلحة المواطن السوداني، الحاجة بنشوفها من صالح المواطن السوداني كنا بنقف معها، وفي عدد من المواقف احنا كنا واقفين مع قرارات المجلس يعني، لكن في أغلبها احنا كنا ضدها لأنه بنعتبرها كلها كانت هي مجيرة لصالح فئة معينة أو حزب بعينه. النقطة الأولى. النقطة الثانية، للأسف طبعا في خلل كبير جدا في مفهوم النائب القومي. يعني النائب القومي، أنا طبعا نائب قومي ما نائب تشريعي. النائب القومي طبعا دخلوا أسلوب متوطن زمان، يعني زمان الوطني كان عشان يهزم المرشح بيقولوا له يا أخي الزول ده ما هيعمل لكم حاجة. طبعا ده حاجة طبيعية، في النهاية الدولة بيحكمها كان منهم؟ كان بيحكمها الحزب الحاكم. الحزب الحاكم اللي هو في يده الأداة التنفيذية والأداة التشريعية والإمكانيات. في يده يدعم النائب دول ما يدعموا. طيب. فبقت إنه والله برضه ما عمل حاجة، إنه برضه ما من حقه يعمل حاجة، برضه ما دولة. أنت في النهاية ما مرشح على الدائرة دي في المجلس القومي. أنت هنا ما بتتكلم عن دائرتك. يعني البرلمان بتتكلم عن بنغلة. بتتكلم عن السودان ككل. بالعكس احنا كنا بنقول اخواننا الجزئيه دي الوطن يقدر يغذي بها كثقافه او كشعار عشان يهزم بها اي مرشح ضده. فكنت بقول يا جماعه اصلا انت كمواطن الدوله من حقها توفر لك المدرسه والشفخانه وشارع الزلط والخدمات توفرها، ولا على كيف ولا منا في النهايه ده واجب اتجاهك كدافع ضرائب. طيب لما كدافع ضرائب يعني الان اي مشروع تم او اي شيء انجز هو ما من جيب الحكومه، ما من جيبك. طيب كان الحكومه الفائته طيب او الجايه. حملتك الانتخابيه كان في مشروعك فيها شنو للناس؟ كان مشروعنا اول حاجه انه نشر الوعي. ده المشروع الحقيقي. احنا ما مشروعنا انه نبني مدارس او نبني مزارع او نقدم اشياء المفروض تعمل الدوله. ونجحنا في شنو؟ انه نحن زي ما قلت لك اول دائره في السودان قدرت تهزم المؤتمر الوطني. المؤتمر الوطني الدائره الولايه الشماليه هي كانت دائره مقفوله لهم من سنه 86. نحن قدرنا نهزم الخوف في الشماليه. وقدرنا عن طريق المواطن في الولايه الشماليه بنشر الوعي انه نهزم من البعبع الكبير ده. يعني الوعي قصدك بهو شنو يعني؟ الوعي السياسي انه في النهايه هذا الحزب الحاكم الان بقى في حزب فاشل. يعني انت الليله عارفين انه حزب الدوله وعنده الامكانيات كلها، لكن بعد كل الناس صوتت ضده. انه عارفين انه في النهايه ما حيقدر يعمل شيء. اثنين، نحن في الولايه الشماليه اساسا الحكومه الفاتت دي ولا قبلها عملت لنا حاجه. معتمدين اساسا على ابنائنا في المغتربين سواء كان في الخرطوم او في الخارج. توفير خدمات بسيطه، مدرسه، شفخانه، غيره. فالدوله ما عندها اثر كبير عندنا هنا في الولايه. واعتقد الكلام ده مش في الشماليه، في كل الولايات الدوله ما عندها اثر فاعل يعني. الدوله موجوده في الخرطوم. طيب ده بيقودني لنقطه مهمه جدا. انا ده اقوم الم كلامك ده سيد ابو ياسين مرطوم في انه مساله النواب والنيابه، النيابه البرلمانيه في السودان في خلل فيها. تفتكر هل منذ 1956 منذ اول برلمان هل في برلمانات حقيقيه في السودان؟ هو الخلل مش في النيابه، الخلل في التركيبه السياسيه كلها. انا اعتقد انه احنا اصلا ما عندنا احزاب سياسيه. خالص لحد الان احزابنا التقليديه القاعده، الاحزاب الموجوده كلها بيمينة ولا يسارة هي كلها احزاب تقليديه، احزاب فرديه كويس، سواء كان يسار سواء كان يمين. يعني ممكن يا اخي تسمع لك رئيس حزب يقول لك والله الحزب مفتوح وجيبي. يعني للاسف ما قدرنا نخلق زي ما فشلنا نخلق دوله وطنيه في ال 60 سنه دي، فشلنا نخلق احزاب تقود البلد لقدام. عشان كده رفضت تخش الاحزاب؟ اكيد طبعا، انه احزاب على طول احزاب. الاحزاب اللي جاتك شنو؟ نعم؟ الاحزاب اللي جاتك شنو؟ والله كده ما في داعي ذكر الاسماء، لكن في احزاب جات سواء كان في من اليمين جا ومن اليسار جا. ما حزب؟ اربع احزاب خمس احزاب. لكن بعتبرها كلها سواء كان يمين ولا يسار هي تفتقد المؤسسيه. كذا لو انك اقرب الاحزاب للواقع السياسي الحقيقي. شوف احزابنا السياسيه دي كلها ال 115 حزب دي بتركيبتها على درجه واحده؟ بتركيبتها انا في قناعتي كان لو بس شفت العنوان الفوق
تلقى الكلام تحت كل واحد. يعني ليه ما في حزب عماد هو ما عايز حرية؟ ما في حزب ما داير ديمقراطية؟ ما في حزب ما داير عدالة؟ الأحزاب المبادئ دي كلها هي مبادئ واحدة، لكن بيختلف بعد الأسلوب من كل فكر وآخر إنه كيف يطبق المبادئ. يعني أي حزب سياسي هو هدفه خدمة المواطن وكرامته، يعني باختلاف ألوانه وأشكاله. يعني ما في حزب سياسي يقول لك والله أنا جاي الليل عشان أعذب الناس، ما في. لكن بعدين يختلف إنه أنت عشان تنفذ رؤيتك دي أريدك شنو؟ نحن مشكلتنا في السودان الآن إنه كل أحزابنا، أنا بقول كلها وبدون أي إحراج، كل أحزابنا السياسية يمين بيسار بوسطة هي أحزاب بعتبرها ما مؤسسية وما حتتبل بقدام بطريقة دي. إذا ما قامت الثورة داخل الأحزاب نفسها وغيرت منهجها وغيرت، يعني نحن عندنا أحزاب يا أخي رئيس الحزب من سنة 60. طيب في أحزاب من يعني في أحزاب الحكاية فيها عبارة عن أسر. ايوه يعني انا داير اصل برضه للحته، انت كنت جزء من منظومه الحياه السياسيه من 2015 لحد غياب نظام الإناث او سقوط نظام الإناث. نعم. شنو الازمات الحقيقيه اللي كانت مواجهه حزب المؤتمر الوطني كحزب سياسي؟ والله ياخذ سؤال جيد، وانا السؤال ده عشان حق الناس المفروض احنا اول حاجه يا عماد الثوره دي كانت تسال نفسها سؤال. نعم. او السياسيين من قول السابق. السياسيين الان اللي هم على دفه الحكم، لماذا فشلت الانقاذ؟ يعني احنا واحده من اخطائنا الرئيسيه ودنيا تقول انه احنا بتحكم لغايه الان نخب سياسيه بعقليه الخمسينات لغايه الان. ال 30 سنه اللي فاتت دي زي ما فيها عدد من السلبيات فيها عدد من الايجابيات. احنا ليه نهزم اي شيء قديم؟ يعني انت ليه تبني؟ ما في اصلا شيء مبني. احنا ليه ما المبني ده نمشي بيه ونطوره قدام؟ ليه نجي نمارس نفس السلوك اللي مارسوه الاسلاميين لما 89 بالتصفيات بالانتقامات بالتمكين بكل التفاصيل اللي ادت الى انهيار الخدمه المدنيه الان بنعيد فيه ثاني. فالسؤال المهم، لماذا فشلت الانقاذ؟ نحن لو ما جاوبنا على السؤال ده ما حنقدر نمشي قدام، وده سؤال حيوي. لانه الان الفشل مع انه كان في امكانيات متوفره جدا في ال 30 سنه اللي فاتت دي. ايوه نعم في فساد وفي غير وفي غير كله عارفينه، لكن برضه نسال السؤال، هل الفشل بتاع ال 30 سنه هل هو انهيار الخدمه المدنيه؟ هل هو التمكين السياسي؟ هل هو الفساد؟ الاوحاديه في الحكم برضه عندها اثر في القصه. الاوحاديه في الحكم، يعني في اسباب كثيره جدا، احنا لو ما درسنا الحاله دي وفسرناها تفسير منطقي وعلمي ما هنقدر نبني دوله جديده، احنا محتاجين نبني دوله مختلفه. يعني الثورة دي الآن عشان ما تضيع وعشان نحافظ عليها ونكون من المحافظين على الثورة دي، أول حاجة نجاوب على السؤال ده، فشلت الإنغاز شنو؟ أو الله حددنا أسباب الفشل عشان إحنا ما نقع في نفس الأخطاء. طيب في تغييمك وأنت كنت جزء يعني معارضة داخل الكتلة البرلمانية، يعني ما يحضرك من نيابات، لماذا فشلت الإنغاز؟ فشلت الإنغاز أول حاجة لغياب الإرادة السياسية المتجردة. لأنه نظام الأحزاب بصورة عامة هو نظام للأسف عندنا في 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 السودان هو أحزاب مبنية على أسس ما علمية، حتى كأحزاب كويس. واحد اثنين، التمكين اللي هو ممكن قد يمارس، والتمكين بالمناسبة ما بدأ في 89، التمكين بعد قبل 89 بعد 89 قبل 89 قبل 89 قبلها. أي حزب سياسي اي الحزب اللي هو الحزب الغفير بتلقاه حزب واحد ومكن دي اصلا ما في اثنين ثلاثه. فانت لو عدت نفس الاشكاليه انت حتجيب انسان ما مؤهل في مكان بتاع قرار. نعم. اذا معنا انت هنا عدت نفس الخطا الوقع فيه والناس ديل. نعم. كل امكانياته وانتمائه بالمناسبه انتمائه للحزب الحاكم التمكين حقه علماء الاجتماع في السودان يقولوا تسميه جديده، هو مش تمكين، هو العاطفه الانسانيه السودانيه دي، البساطه بتاعت السودانيين، تخلي اي زول بيجيب زول يا قريبه يا صاحبه يا منتمي على نفس الفكره، ودي مشكله كبيره جدا. احنا ما زلنا، والكلام ده الان برضه موجود في الحكومه دي، موجود. نعم موجود بكثره. يعني انا اقول لك كلام، الان الحكومه تكونت دي في جزء منها كبير جدا مبني على المحاصصات السياسيه. نعم نحن كان خلافنا من الاول، يا حكومه جيبوا ناس مستقلين تكنوقراط يضعوا لنا السيستم ثلاث سنين، لان احنا كلنا حريصين على نجاح الفتره الانتقاليه دي.
انه لو ما نجحت فترة انتقالية حيكون الدمج كبير، حتفشل ما بعد. نعم حيكون الدمج كبير. نعم لكن طبعا للاسف ما تم الكلام ده كله. طيب يعني تم قبل يومين حل المؤتمر الوطني كقانون، وطبعا تلقائيا المؤتمر الوطني حل يعني من البدايه بجرد سقوط النظام، لكن قد رايك في حل المؤتمر الوطني ذاته؟ انا قلت ان المؤتمر حلينا في الشماليه من 2015، لكن انا بعتقد انه الاجراء التم ده هو اجراء معنوي. يعني شنو معنوي؟ يعني اصلا الان هذا الحزب في نفوس الناس هو بقى مرفوض. الاجراء التم ده هو اجراء، لكن الناس بصوره عامه هي بقى عندها راي سالب جدا فيما يسمى المؤتمر الوطني، فيما يسمى الاسلاميين او التجربه الاسلاميه اللي مرت باختلاف مسمياتها. فالوطني حله انا بعتبره متاخر، لكن في النهايه برضو انا بعتبره ما هذا الحل ولا هذه المشكله. انت الليله بتمارس الان في العزل السياسي، العزل السياسي ده انت مارسته سنه 68 وعزلت بالحزب الشيوعي ونتج عنه غبينا اليوم الليله بعد سنتين قاموا بانقلاب. فانت الان بنفس شعارك الرافع حريه سلام وعداله ما ممكن تمنع زول انه يمارس نشاط سياسي كشخص، لكن انت عجيب الحزب ده جرده من امكانياته حاسبه كويس قروشك دي جبتها من وين؟ بالقانون. شفت احتراف انه الحزب ده اخذ تمويل من الصين عشان يبني الدار بتاعته دي؟ دي بالقانون حق الاحزاب بتحله بس دي. لكن هي قضيه مش حلو، القضيه إن انك انت المفروض يبقى حزب زيه زي الاخرين. الامكانيات اللي استحوذ عليها نتيجه انه هو مسخ السلطه في 30 سنه فاتت دي المفروض تتجرد منه، المفروض حاسب الامكانيات دي من وين؟ اذا حقت الدوله ترجع للدوله، اذا كان حق اعضاء يبقى موضوع. احنا عندنا موضوع اخر. سيد ابو القاسم، احنا عندنا مشكله كبيره جدا، مشكله نفسيه في العقليه السودانيه، انه ما بيقدر يتقبل زول حتى لو كان نزيه ولا اشتغل بذكاء ولا اشتغل بمهاره وبجداره في نظام سياسي، في نظام ثاني جديد اشتغل. يعني مثلا حتى الانغازي مثلا لما قامت استعانت ببعض وزراء مايو هم معروفين، يعني الناس ما قبلوهم مع انهم اشتغلوا شغل ممتاز جدا جدا. ما ده لما الاسلاميين استعانوا ببعض اليساريين مثلا وخدتوه مثلا كسفراء برضه من غير ذكر الاسماء، برضه الناس ما قبلوه برغم انه اشتغل شغل كان متميز وممتاز. فليه نحن ما يحصل لنا تحول في تقديرك؟ انه نحن ليه نتعامل مع زول كبصمه؟ انه والله يا اخي ده شارك في نظام ده وشم اسود على جبينه. طيب احنا يا عماد المشكله بتاعتنا انه انا اتفق معك انه العقليه هي محتاجه لاعاده صياغه. نعم. اعاده صياغه. يعني انا شخصيا ضد انه اي زول يتحاسب نتيجه وراءه السياسي. يعني الليله اقسم من الناس وانسان مؤهل، انسان عنده خبرته وعنده كفاءاته وعنده امكانياته الفنيه قاعد خليته يوصل المرتبه الفلانيه دي، ما وصل نتيجه انتمائه السياسي. يعني هذا مواطن سوداني من حقه برضه انه يكون له دور في 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 سهام الدوله دي يعني. لكن بقيت المشكله شنو قلت لك؟ بقيت المشكله انه نفس الاخطاء نحن بنعيد فيها. يعني الاخطاء اللي مارسوها الاسلاميين في 89 من صالح العام وشنو والكنز وكلام كثير تم ده نحن عم نمارس فيه. ما في ناس كويسين. كويس؟ الزول الكويس ده سواء كان في كخبره انت ليه ما تستفيد منه في بناء الدوله دي يا اخي؟ يعني احنا بنتعامل بعقليه وحاديه. يعني كده حنعيد نفس الاخطاء ونكرر نفس الاخطاء وما حنكون قادرين نمشي خطوه واحده قدام. طبعا في اجابه جميله يعني في المساله دي جابها محمد خير، احمد خير المحامي عليه رحمه الله. الله يرحمه. وذكرها في كتابه كيف احجيل، في انه الناس اخذت على احمد خير انه كيف زول يشتغل في الديمقراطيه ويشتغل مع الحكومه بتاعت نوفمبر بتاعت 58 مع العسكريين يعني. فهو رده كان بسيط جدا في انه هو لما اشتغل مع الديمقراطيه اشتغل لصالح الوطن، ولما اشتغل مع العسكريين في نوفمبر 58 اشتغل لصالح الوطن. هي المشكله فاسال الان الان لانه معلش الان في كلام يعني يقال انه والله انا جبت ناس هنا مسؤولين في الحريه والتغيير على مستوى يعني بيقول مثلا والله احنا وكيل الوزارة مثلا حتى اذا ما كان المؤتمر الوطني او حركه اسلاميه بنشيله لانه تعاطف مع النازل او نفذ قراراته. الناس مرات بتشيل خطه الدوله دي في كلها في سله واحده، البلد في كلها في سله واحده. فده ده ده
ده رايك وش من ده؟ طيب شوف، طبعا الحريه والتغيير للاسف الان بتمارس سلوك خاطئ جدا. اول حاجه وللتاريخ، كل الاحزاب او 90% من الاحزاب اللي هي الان اعضاء في الحريه والتغيير هي شاركت في نظام عمر البشير، سواء كان شارك في البرلمان، سواء كان حزب شيوعي، سواء كان حزب اتحادي، سواء كان كانوا مشاركين في البرلمان بتاع 2005 ايوه، وكانوا مشاركين في الوزارات، سواء كان حركة كل شوف 90% او اكثر 90% من الحريه والتغيير هم كانوا جزء من النظام الفات، لكن بقيت تحت مزايدات سياسيه رخيصه. يعني الليله انا عشان اخص الاخرين، وطبعا كانوا تم وامور ضدنا كمستقلين، قالوا انتم شاركتوا في نظام الانغاص، طيب انتم ما شاركتوا برضو دي 30 سنه، 30 سنه دي اي زول في السودان سواء كان يشتغل سياسه او يشتغل في خدمه مدنيه داخل المساحه اللي اسمها السودان دي، هو بصوره او باخرى هو شارك في نظام الانغاص. لكن بقت المشكله انه هي بقت مزايدات سياسيه ما عندها قيمه. الحريه والتغيير ما تبغى تزايد على الناس، هم شاركوا في نظام الانغاز زيه زي الاخرين، تختلف المشاركه. بالعكس هم شاركوا بتعيين، نحن يعني شاركنا بانتخابات حره وفزنا فيها. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه والمهمه جدا انه الان افتح الحريه والتغيير، المفروض بعد ده دوره انتهى، انه اسمه اعلان الحريه والتغيير. اي اسم الاعلان ده عنده هدف محدد متفق عليه، اسقاط البشير. ما بعد ذلك ما في، عباره عن مجموعه من الاحزاب السياسيه المختلفه تماما، مؤتمر سوداني، حزب جمهوري، حزب امه، اتحاديين، شيوعيين، كل زول باتجاهه مختلف تماما. ما في نقاط التقاء جمعت هذا المكون سوى اسقاط البشير. والبشير سقط. فالان ما تقول انه هي تحاول تعين نفسها حزب حاكم، يعني اهل الدور بتمارس الحريه والتغيير انه تبقى الحزب الحاكم في تعيين الناس، في تعيين الاولى، في تعيين غيره، وده حق ما حق، ده ما حق. لا هم طبعا انا اوريك انت يعني انت حكومه مدنيه. لا لا هم استمدوا الشرعيه دي من الشارع، وده برضه قلنا لسؤال مهم جدا، هل حصل استفتاء للشارع كله في المساله دي؟ انت جبت على السؤال، وانا بعتبر بالعكس، انا بعتبر انه الان ثوره الشباب الحقيقيه هي تم سرقتها من الاحزاب السياسيه، لانه الثوار اللي في الشارع اللي قدروا يهزموا نظام الانغاز، انا في اعتقادي اكثر من 97% هم ناس فلوترز مستقلين، ما احزاب سياسيه، ما عندهم احزاب سياسيه، نعم عندهم وعي، عندهم وعي سياسي، قدروا يحركوا الشارع، قدروا يهزموا الحكومه الفاتت دي بكل جبروتها. لكن انا الشباب دي وين؟ جات الاحزاب السياسيه يعني بكل دهاء. يعني شايف الثوره دي فيها اشكالات في داخلها؟ اكيد طبعا. انا شايف انه الثوره سرقت، تم سرقتها. الثوره سرقت من الاحزاب السياسيه. وكان ممكن ما يعجب الاحزاب السياسيه، لكن دي الحقيقه. لكن هو برضه يعني سيد ابو القاسم. وهذه نقطه مهمه جدا حابة اوضحها يا عماد. نعم. انه الثوره دي يا اخواننا ما ولدت 19 ديسمبر. الثوره دي ثوره تراكميه لها الان اكثر من 30 سنه. من اول يوم في الانغاز الطوارئ ناس. من اعدام 28 ضابط. دي بدايه الثوره في 90 ولغايه الان. فانت عايز تلغي كل الفتره دي، عايز تلغيها وتيجي تقفز فوقها، ده كلام ما منطقي. هو نحن حقه نحترف بمشكله الان موجوده في السودان، مشكله كبيره جدا. يعني ناس الان انا افتكر واحده من مشاكل الشارع العام العاطفه في رؤيه الاشياء، لانه العاطفه دي مشكله كبيره. ده حنكمل الكلام ده لكن مستاذنين بعد الفاصل. تابعونا اعزائي المشاهدين، ما زلت حضر ضيفي السيد النائب البرلماني السابق ابو القاسم مرطوم، فكونوا معنا في حوار اخر. متواصلين اعزائي المشاهدين، ما زلت في حضره ضيفي السيد النائب البرلماني المستقل السابق ابو القاسم مرطوم. سيد ابو القاسم اهلا ومرحبا بك مره ثانيه، وحنواصل كلامنا في انه انت عندك راي في مكون الحريه والتغيير، وهل ترى انه
كون حرية التغيير تتبنى موقف الشارع، حرية التغيير يتبنى المواقف السياسية، دي فيها مشكلة بالنسبة لك ولا وين الإشكال بالضبط؟ لا أنا ما عندي مشكلة مع حرية التغيير. أول حاجة في نقطة مهمة جدا حقه الناس توعى بها، هو اسمه إعلان الحرية والتغيير. نعم. إعلان. الإعلان ده تم التوافق عليه من مجموعة من المكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وهذا الإعلان اتفقوا فيه على إسقاط البشير ذاتس. ما بعد الإسقاط بشنو كل حزب عنده فهمه وعنده رؤيته اللي بيطرح بيه عشان ينافس عشان يوقف في الكرسي بتاع السلطة. يعني بعد إسقاط البشير ما في شيء يلم حزب الأمة مع الحزب الجمهوري مع الحزب الشيعي مع حزب البحث مع الآخرين كأفكار كأفكار نعم. وكرؤى في داخل هذا الإعلان في عدد كبير جدا من الرؤى السياسية المختلفة ما بيجمع زي ما قلت غير شيء واحد اللي هو إسقاط نظام البشير. طيب لغاية هنا قدروا هم بصورة أو بأخرى يقودوا الثورة، نفترض أنهم قدروا يقودوا الثورة. إلى أن الحمد لله تم نجاح الثورة لغاية الدور انتهى. فيبقى هنا بعد ده أنا ما بنصب نفسي حزب حاكم، ما تقول لي شرعية ثورية، ما في شرعية ثورية هنا، هنا في تليبة ثورية أنا مسويها، ما شرعية ثورية، تليبة ثورية. إنك أنت ما عندك حق كويس كتسعين جسم داخل هذا المسمى إنك تحكم البلد يا أخي. عندك علاقة مع المهنيين؟ تجمع المهنيين. تجمع المهنيين دي أنا أول من دخلهم البرلمان. كيف؟ أنا اتصلوا بي جوني في البرلمان يوم 25 نوفمبر. أخواننا محمد نايل أصم وأخونا أحمد ربيع واحد تاد ما بتذكره كان اسمه جو البرلمان قالوا إحنا عايزينك يا سيد النايب توخذ بكرة تعولي المكتب. جوني المكتب يوم 26 نوفمبر قالوا لي والله إحنا عندنا ورقة لينا السنة ما لاقين زول يقراها. 2018 2018 نعم. عندنا ورقة ما لينا سنة ما لاقين زول يقراها. تقول أنا بقرأ لكم. الورقة كانت عبارة عن مبادرة الحد الأدنى للأجور. قريت الورقة وتقول أنا حعمل لكم حاجتين. أول حاجة أنا بجيب لكم وزير العمل أمسح بالوطن. اثنين أنا حعمل لكم ورشة في البرلمان ومنها تطلعوا أنتم للميديا. هم قدموا لك نفسهم على أنهم منهم؟ طيب مع المهنيين. ما حاولت اللي هي عبارة سألتهم أنتم عبارة عن قالوا عبارة عن نقابات بنعتبر نفسها نقابات شرعية. كان فيها الأطباء وأظن والصحفيين زي خمسة مكونات. فعلا قدرنا الحمد لله عملت لهم ورشة في البرلمان يوم 9 ديسمبر. يعني باعتبارهم منظمة مجتمع مدني؟ أقرب أو نقابة، ما في عمل سياسي أصلا كان. الطرح كان لكن فيهم لكن ما منذ أنت حزب محدد؟ نو. ولا حاولت تستفسر هم تقول هذه الأحزاب؟ دي ما شوف موجودات ذاته هنا سؤال فهم الحاصل تجمع المهنيين زي ما الحاصل للحرية والتغيير. نعم. تجمع المهنيين ده فيه عبارة عن مجموعة من النقابات. النقابات دي فيها مجموعة من الأعضاء. أي عضو عنده انتماء سياسي حقه براو. لكن إما شيوعي حزبي أمة اتحادي أو مؤجل إنه يعلن عنه. حتى لو ما مؤجل. نعم. النقابة دي نفترض نقابة الأطباء كمثال. نقابة الأطباء دي مثلا نقول فيها 1000 عضو. ده ما حزب واحد. ايوه نعم. دي عبارة عن احزاب سياسية مختلفة او رؤى سياسية مختلفة. جماعهم رفض النظام وكراهيتهم. جماعتهم رفض النظام. فتجمع المهنيين هو برضه مجموعة من النقابات اللي فيها مجموعة من الاعضاء ذوي الاتجاهات السياسية المختلفة عن بعض. ما عنده برضه حاجة واحدة جامعه غير اسقاط النظام واسترداد حقهم كنقابات شرعية. يعني برضه ما عنده رؤية سياسية ولا عنده رؤية اقتصادية. ولا عنده شيء واحد يجمعهم لأنهم جوا عبارة عن مجموع من الاختلافات السياسية اتلموا في إسقاط النظام. دي الحقائق حق المفروض يعرفها الزول. يعني المفروض المواطن يعرف إنه الحاجة دي يا جماعة هم نجحوا وكانت من الأشياء الذكية جدا إنه يكون شعار الثورة تجمع المهنيين اللي هو تجمع ما حزبي. يعني لو كان الشعار تحت إطار أي حزب سياسي ما قطعوا لنا الشارع، لكن تجمع المهنيين أي زول في أشياء في نفسه في التجمع ده. لكن في ظل سؤال يعني مهم جدا، ما الدماغ الذي اخترع هذه الأشياء؟ في دماغ وراء الأشياء دي؟ هذا سؤال مهم جدا. في تفاصيل كثيرة يعني في دماغ. في تفاصيل كثيرة جدا يا سيد عماد. يعني الدماغ الأجاب الكوادر دي ما بتجي عن فراغ. ما في تفاصيل كثيرة جدا هي الآن ممكن يكون الحلقة دي ما مجال، لكن في تفاصيل كثيرة جدا هي ساهمت وعوامل كثيرة جدا
هي ساهمت في نجاح الثورة داخلية ولا خارجية؟ الاثنين. الاثنين. من عشان نعالج المشكلة لازم نتعامل معاه بحقيقتها. يعني ما نحاول نضع فيها بودرة عشان نغش نفسنا فيها. العوامل الكثيرة ساهمت في نجاح الثورة دي كلنا عارفين. طيب يعني هم اعتبروا انت بعد ذلك جزء من تجمع المهنيين ولا يتعامل معك بس انت كنائب؟ لو تعامل معك كنائب وتقول ده واجبك كنائب انه والله مواعدين غيرهم كتار بيجوني. يعني كان بيجوني ناس المفصولين الطيران المدني. انا اي عنده قضية كان بيجيني بيصني. بعد ذلك انقطعت علاقتك يعني. انقطعت علاقتك بعد ذلك بالشباب ديل احمد ربيع والقصم؟ انقطعت. بس بالورقة دي ثاني ما عملت لهم الورشة البرلمان والحمد لله كانت ورشة ناجحة جدا واتفقوا مع اللجنة انه بعد 3 أيام يجوا عشان يصيغوا مسودة قانون للحد أدنى الأجور. وعلى كده الموضوع انتهى. ما يوه تاني. يعني الورشة نجحت واللجنة وافقت انه هم يجوا راجعين تاني بعد 3 أيام نفس الشباب ديل ويساهموا مع اللجنة في صياغة قانون للحد أدنى الأجور. وكده الموضوع اعتبروا انا خلاص وصل للحاجة اللي صليها ونجح. وبعدها قامت الثورة يعني. الآن يعني فترة كانت مع المهنيين ده هو نجم الشباك. الآن في غياب ليه؟ هل تفتكر حرية والتغيير طلعت تجمع المهنيين؟ تجمع المهنيين أساسا لما بدأ المشوار ده ما بداه كجسم سياسي. ما بداه كجسم سياسي، بداه كتجمع نقابي. بعد ذلك الأحزاب السياسية هي قدرت تقوده في اتجاه سياسي. لغاية ما وصل به المراحل النهائية دي. أنا ما أقول هي استغلته، لكن في النهاية هي استغلته كمسمى كمسمى جامع. طيب يعني الآن بتحس إنه برضو في الحياة السياسية في بدأ يظهر جاب بين الشباب القاموا بالثورة وبين الحرية والتغيير يعني بشكل أو بآخر. يعني مثلا الليلة اليوم أنا شاهدت مظاهرة في وسط الخرطوم بتتكلم عن حق الشهداء بشكل عام. والكلام برضو عن الشهداء الان برضو بيجي على ميزانين كده، شهداء ما قبل الاحتصام فضل الاحتصام وشهداء فضل الاحتصام. يعني في سؤال مهم، ليه فاصلين الشهداء؟ ما هو كل زول قدم دمه لصالح الوطن ده شهيد يعني. طيب ده سؤال فين يستحق التوقف عنده. وزاد السؤال ده قبل فتره، ليه نحن اختصرنا الشهداء في فضل الاحتصام 30 يونيو؟ في 3 يونيو. 3 يونيو ليه بقى التركيز كله على فضل الاعتصام في 3 يونيو؟ من يوم 19 ديسمبر لغاية 3 يونيو دي او لحد الثورة لحد 10 ابريل في عشرات او مئات الشهداء دي. وين حقهم؟ يعني عن كل المطالبات للأسف اللي بيجي ممكن نفسر جزء منها هو عبارة عن متيرة سياسية. جزء منها كل المطالبات فضل الاحتصام حق الشهداء ضمن فضل الاحتصام. طيب الشهداء قبل الاحتصام دول وين؟ ما عندهم الحق. يعني احنا المشكله لو ما اخذنا الموضوع بتجرد ودعمنا معاه كهدف سامي انه في مجموعه من الشهداء من الشباب من يوم 19 ديسمبر انا ما عاد ارجع لك الى 2013 وغيره وغيره وغيره، لكن لو جيت انت للحساب الصحيح مفترض من اول شهيد في الثوره دي من 2013 وما قبلها المفروض الناس تطالب بحقه على الاقل المعنوي. لكن ما يبقى التركيز تركيز سياسي، يعني ما تبقى الحكايه هي فيها متيره سياسيه زي ما الان هو ظاهر انه كل التركيز الان فضل الاعتصام 3 يونيو. طيب ما قبل ذلك وينهم؟ ما برضه دول شهداء، وين حقوقهم؟ انت بمناسبه التركيز السياسي، انا قبل لما بديت الحلقه قدمتك على انك كان المفروض تكون انت العضو ال11 في مجلس السياده. نعم. والمعلومات عندنا انه لحد قريب منتصف الليل انت كنت عضو ال11، تم رفضك. والله يا اخي انا داري من عبر الشاشة. ما داري انك دي عشان كنت مع في البرلمان، ولا ما داري انك دي عبر الشاشة ونزل ما قبيل قلت يوك ناس الله صم ديل وقعدوا معك وما قصرت قدمت لهم الورقه. ما يقدروا ينكروا الكلام ده بعد تاريخ. ما خلاص انت كنت كلام تاريخ. التاريخ ما بتزيف. جو طلعوك برا ليه؟ اول حاجه انا ثاني عبرك حيجي واشكر المجلس العسكري لانه رشحني للموقع ده، كان مجلس العسكري وده حاجه غريبه. يعني افترض كان ترشح القوى المدنيه. شكرك ده ما هناي ما بترشح القوى المدنيه. ما مجامله يعني؟ لا ما مجامله. المفروض القوى المدنيه اللي هي الحريه والتغيير هي كانت ترشحك كعضو مستقل. رقم 11 ده شرط انه يكون عضو مستقل. وخاصه انهم لجوا لك. كويس؟
فللاسف هم طبعا رفضوا الحكايه دي وانا اعتذرتها عنها وقلت لهم احنا بنجي بالتعيين. رفضوك ليه؟ عودنا نجي. رفضوك ليه؟ والله يا اخي برجوازيه صغيره ممكن. ف دي المعايير الغلط يا سيد عماد. نعم. دي المعايير ما بتبني دوله. انت الان لو عايز تبني دوله حقيقيه لو ما تعاملت بمعايير متجرده ما بتبني دوله حقيقيه. ودي مشكله السودان، نحن من 56 ما قدرنا لحد الان نبني دوله حقيقيه. ما في. ما في دوله. طيب يعني برضو ما قبل الاستقلال والى يومنا هذا في كلمه مزعجه جدا وبالمناسبه تاثرت منها كل الحكومات. مش الانغاز براها، كل الحكومات تاثرت بالكلمه دي. كلمه التهميش ومرادف الهامش. انا والله يعني في الحكايه دي راي شويه مضطرف لكن حقوله. الان شوف التهميش، اللغه الان مستعملينها بعض الاحزاب السياسيه او بعض المكونات السياسيه. التهميش، النيليين، ده انا بعتبره لغه عنصريه. واللغه العنصريه دي تم استغلالها سياسيا. من بدءا من الكتاب الاسود. وبقت الان هي عباره عن نبره تستغل سياسيا للاستقطاب. والاستقطاب ده حينتج عنه استقطاب عكسي. وحيقود البلد الى هلاك. ما في تهميش، نحن كلنا مهمشين. نحن اللي في الولايات الشماليه بنعتبر نفسنا اكثر بشر مهمشين في السودان ده يا اخي. نحن مهجرين، الولايات الشماليه كل السكان فيها 600,000 نسمه. اي لكن النخبه النيليه ما حاكمه. حاكمه كيف؟ حكومه الانقاذ اللي فاتت دي اكثر من 70% من الناس اللي فيها هم من دارفور. ده حقيقه. تعال الان راجع، تعال راجع الان، جيب شوف نسبه الخريجين في الجامعات. نسبة الأطباء، المعلمين، غيره 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 غيره، واعمل مقارنة بين الولايات. ما في حاجة اسمها نيليين، ده كلام، ده كلام، ده كلام قلت لك تم استغلاله سياسيا. بقت نغمة جاذبة. التهميش، احنا مهمشين، وبقت نغمة عاطفية جذبت لها كمية من الناس. والنغمة دي ذاتها خلقوها الإسلاميين الكيزان. يعني أنا حرب الليلة مشاكل دارفور دي بدوها الكيزان. أنا ما عايز نرجع نصنف الناس ذاتهم ممنوع. وعلاقاته بالاسلاميين كان شنو؟ لكن الان النغمه دي او اللغه دي هي لغه من اجل التفرقه والفتنه وبقت تجاره رابحه جدا. يعني احنا الان مهمشين وحنقول ليه ولا كلام. نحن في الولايات الشماليه وانا ما عاد ابغى ازور عنصر لكن سواء كان في الولايات الشماليه او في كنيليين نحن مهمشين. يا كلام طبعا قالوا اركطون ده حقيقه لما يظهر اظنه. فانت ما تقعد تتكلم عاطفيا وتقول لي والله دي مهمشين ودارفور وغير وغير، كل سؤال محمش يا اخي. انت رايك شنو في 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 مصطلح الان ما يسمى بالدوله العميقه؟ ما في دوله عميقه. كيف؟ شماعه ساكت. شماعه لشنو؟ شماعه للفشل. انا اعتقد انه الاسلاميين ديل من سنه 99 او من 2000، من 2005 تحديدا معظم اللي انتموا للحزب هم كانوا ناس مصلحيين نفعيين. أيه. نفعيين وبعدين ما عندهم انتماء، ما عندهم ولاء، وبالتالي ما عندهم وجود. من 2005 ولا بعد المفاصله؟ والله ممكن تقول من 2005 او من يعني انا ما بقدر احدد تاريخ محدد، لكن من 2005 واللي جاي كل اغلب الناس اللي كانوا ماسكين مفاصله الحكايه دي ما كانوا ناس نفعيين. يعني طيب يعني ما عندهم كان انتماء حقيقي لحزب. سيد ابو القاسم، بعيدا عن السياسه وانت رجل اعمال بزنس مان يعني ولديك معرفه الاقتصاد جيده برغم انك ما درست اقتصاد، تدرس فيزياء مش؟ انا دارس فيزياء يعني الان الاقتصاد السوداني الدولار 82 جنيه وربما يصل 100 جنيه زي ما قال قبل كده عبد الرحيم حمدي. والان ما في ازمه بتاعت وقود، في ازمه بتاعت خبز، في منذ قيام الثورة عمليا الاقتصاد أكثر انهيارا. هو الناس الآن بتعول على إنه والله يا أخي السيد رئيس الوزراء حمدوك عنده علاقات دولية جيدة يعني حقوم يدير قروض ربما يدير شنو، والناس دي فرحت برضه ببعض الهبات اللي جاتنا يعني عطية المزينة جات السودان دي. هل ده حل الاقتصاد السوداني؟ أول حاجة شوف هي ما قضية مزين، احنا حقه نبقى ناس فير. وعشان نعالج المشكلة زي ما قلت قبل شوية احنا لما حكينا المشكلة
الجرح ده ما حكينا بنقدر نصل فيه العلاج. اول حاجه لغايه الان انا اتفق معك انه الحكومه دي استلمت تركه مثقله بالديون وبغيره 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 وبسوء سياسات، لكن احنا عندنا مشكله رئيسيه الان، وكنا بنتمنى انه الحريه والتغيير كان يكون عندها رؤيه تقول يا جماعه والله هي رؤيتنا دي عشان تتنفذ عايزين لنا 10 سنين. حريه التغيير ولا حكومه حمدوك؟ حريه التغيير هي جابت حكومه حمدوك، حمدوك جابها من وين؟ جابها منه؟ ما جابت حريه التغيير. حريه التغيير هي اللي المفروض تكون عندها برنامج ينفذه حمدوك. طيب البرنامج ده ما موجود. دي واحده من مشاكلنا الان، الان وزاره الماليه ما حيقدر يعمل حاجه انه ما عنده برنامج. انت عارف الكلام ده؟ تذكرت نقطه مهمه جدا حقهم على يعني حمدوك ما هو لا يتبع لحريه التغيير. جابوا منه؟ حمدوك ده ما اقترحوا قبل كده الرئيس يكون وزير، اقترح البشير قبل كده لما كان رئيس وزير مالية، وزير مالية. نعم نعم، باعتبار انه هو عقلية سودانية كفاءة، تمام، فبالتالي هو احتزر، فبالتالي هو رجل عنده تفكيره. لما انا كإنسان عادي لما انا اشوف والله يا اخي هو رئيس وزراء وفي جهة ثانية بتدي برنامج، وين تفكيره؟ وين ابداعه؟ وين تفكيره؟ حمدوك نجح، حمدوك وحل ازمات في 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 الغارة على المستوى الاقليمي. حمدوك نجح برا لانه عقلية متميزة، لكن نجح ليه؟ نجح لانه كان في ارادة سياسية دعمته في تنفيذ افكاره. يلا خليه هو برضه ينفذ برامجه. طيب هنا انت الان عندك مشكلة، انت الان حمدوك حسب التصنيف التم ده هو حمدوك اتعين او جابته او رشحته الحريه والتغيير، فبالتالي هو المفروض يكون تابع لبرنامجه، وكان ده ذكره في السعوديه. قال لغايه الان انا ما ادوني الناس البرنامج ينفذوا، مش قال الكلام ده؟ ايوه. اذا معناه انت الان هنا حمدوك انا ما بلومه، ثاني بده برنامج لكن. البرنامج يا تقول اسعافي ده؟ ايوه ده ما برنامج اسعافي ده ما حل. ما لكن انا يعني انا ما بفكر اقتصاد، شوف الاقتصاد مو الليله ما طبليه. انت بتضع خطه انه والله يا اخي البلد دي عشان انا ارفعها من الـ من الـ من الانهيار الحاصل لها ده محتاج لي 5 سنين 10 سنين 1000 سنه. عشان ابدا ال 1000 سنه دي حابدا بواحد اثنين ثلاثه اربعه، ودي تاخذ لها كذا من السنين اتحمل يا شعب السوداني. اثنين، انت لو ما اشركتني معك كمواطن سوداني في تحمل العبء ده وفي نهضه الدوله ما حينفع. متى الليله الحمد لله ما عنده عصايه موسى يا اخي. هو ذاته قال كده ما عنده عصايه موسى. ثلاثه، انت الان بتقول لي هبات، ما هبات، في دول وتحديدا الامارات السعوديه دي دفعوا قروش. القمح، الجاز، السماد، الدواء. لكن ما زالت المشكله موجوده. انت الان يعني قاعد عايش، انت قاعد عايش الان ماد يدك كده، ماد يدك، ما انت فقدت في النهايه اشياء كثيره جدا. وده كله لانعدام البرنامج. البرنامج اللي انه انا على اساس بقعد اعيش على امل وانفذه بعد 5 سنين بعد 100 سنه. طيب الان الازمات، الازمات الموجوده يعني ازمه في الخبز، ازمه في المواصلات، ازمه في كل ما يرجع. والله يا اخي الدوله العميقه شغاله، لسه الاسلاميين شغالين. القصه دي يعني انت كزول كنت جزء من النظام السياسي بتتقبلها؟ اول حاجه انا ضد فكره الدوله العميقه دي، انه الان الجاز هو متوفر في بورسوان، القبح كذلك، لكن بعد ده انت عشان تدير الهبات دي، الحاجات دي كلها جايه هبات من برا. نعم. طيب دي مشكلتك الداخليه هنا، يعني ازمه، يعني ازمه بتاعت اداره، ازمه اداره. ما الان بورسودان فيها جازولين، القمح موجود في بورسودان، لكن انت كيف تديره وكيف توزعه دي مشكلتك انت هنا. المواصلات الماب دي نفس الحكايه، نفس الحكايه. انت الليله ما تشوف، انت الليله ما عليك المشكله بكل ليتها ما بينفع. يعني انت ممكن تقول لي والله يا اخي انا حرفع الدعم، وش تقول لي والله يا اخي لا انا ما حرفع الدعم. انت يا اخي اضع برنامج فيه سنين بتاع عجاف، ما المواطن السوداني هذا هو قام بالثوره دي. انت ما عرف الدعم؟ هو قام بالثوره دي. انت ما عرف الدعم؟ انا ما عرف الدعم هاي معه؟ بحالته دي، بحاله الدعم الموجود ده الان، انا بعتبره الدعم اكبر خطا اقتصادي احنا قاعدين نمارس فيه. لكن بعد الدعم ده بطريقته دي ما حيقدر يبدي قدام. انت الان عايش لتر المويه عندنا في السودان اقل من لتر البنزين يا اخي، وده كله تجد انك انت ما قدرت تحرك مجتمعك ده عشان يبقى مجتمع منتج، عشان يبقى عاملك حده الادنى بتاع الاجور يكون $100 من العديله مثلا،
فبالتالي انت لما ترفع الدعم ده بيكون اوريدي المواطن بقى منتج يا اخي، بقى عنده قروش. رفعت الدعم خلال الدعم ما بيكون في اشكاليه كبيره، لكن انت الان عندك مرتبات عمال وحد ادنى 500 جنيه يا اخي. ترفع الدعم داري انتاج 500 جنيه لو رفعت الدعم الان حيموتوا الناس. ما تقول لي والله حنرفع مرتبات ونضاعف مرتبات ونزيدها، التضخم الحاصل الان هو اضعاف 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 مرتبات المواطن يعني. بتكون وين اساس الكلام ده؟ ما عندها قيمه. فانت لو عايز تعالج الان في حاله ثوره مش كده؟ والناس كلها مستعده زي ما ضحت باولادها وضحت ببناتها وإذا تعمل التغيير مستعد تضحي معاك بسنين عجاف، لكن يكون في امل، يكون في حال بعد 5 سنين بعد 3 سنين نبدا في خطوات بناء دوله سودانيه حقيقه، بناء اقتصاد سوداني حقيقي، بنبدا نمشي قدام. ما شايف في بصيص أمل؟ يعني نعم ما شايف اي بصيص امل بالحاصل ده ابدا. في اقل من دقيقه رساله لقوى الحريه والتغيير. احنا ما عايزين، ما قمنا بالثوره عشان نستبدل الاستبداد باستبداد. رساله لحمدوك الله يعينه، رساله للاسلاميين يراجعوا نفسهم، رساله للشعب السوداني له التحيه، ورساله للشباب اللي كانوا جزء من الثوره وبقوا برا الملعب. ما حيكون برا، ما حيكون برا الملعب كثير، لانه هم اللي خلقوا الثوره وهم اللي حيقودوها، ومن غير قياده الشباب ديل انت ما حتبني دوله مختلفه. حتعيد نفسي الظلم والفشل بتاع النخبة السياسية التقليدية. الشباب حتى لو الآن هم يبتعدوا عن الموقف السياسي لكن جايين جايين. سيد أبو القاسم، الآن أنت عندك رغبة تترشح في الانتخابات القادمة؟ حق طبيعي لأي مواطن، حق طبيعي لأي مواطن. ما عندك رغبة تعمل لك حزب؟ حق طبيعي برضو. حق طبيعي ولا في رغبة؟ حق طبيعي، حق طبيعي. وفي نهاية الليلة عشان تصل لأهدافك دي عندك مجموعة من الآليات. نعم. من ضمن الآليات الحساب السياسية، لكن احنا لو عملنا حزب سياسي يعني حزب سياسي مختلف. حزب سياسي مؤسس، حزب سياسي حقيقي، ما حزب سياسي بتاع كرتوني فرد. كرتوني بتاع فرد. أنا شاكر لك. شكرا لك يا سيدي. إذا عزيزي المشاهد الكريم، كانت حلقتنا اليوم في حوار آخر مع ضيفي السيد النائب السابق بالبرلمان أبو القاسم مرطوم، ولحد ما نتقابل في حلقة قادمة. هذه عاطر تحياتي وتحيا الفريق العامل، السلام عليكم ورحمة الله.